بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي متتبعين قناة يوميات أمل الصحراء. اليوم الأخوات والإخوان غنقدم لكم شنيك ساهل ودغيا كيوجد واقتصادي، والصراحة كيجي زوين وخفيف. كما كتشوفوا معنا المقادير، نص كيلو ديال الدقيق عندنا، هذا شنيك ثلاثي يعني فيه بزاف، ثلاثة ثلاثة يعني عندنا ثلاثة المعالق ديال الزيت، ثلاثة المعالق ديال السنيدة، ثلاثة المعالق ديال حليب نيدو، ثلاثة المعالق ديال الزبدة، ومعلقة صغيرة تكون عامرة ديال الخميرة ديال العجينة، وواحد فاني وواحد فرماجة، والماء دافي، الماء حسب الخليط. يعني غادي نسبقوا هاد المقادير عاد نزيدوا الماء اللي جمعوا لينا هاد المكونات. بسم الله اخواتي، بسم الله على بركه الله. ها حنا غندير الخميره هي الاولى، غادي ندير ليها شويه ديال الماء فين تذوب. نخليها تذوب هنايا في الجنب، وندير باقي المكونات. ندير حفيره، غندير الزبده، غادي ندير الزيت كما قلت لكم، كلشي ثلاثه ديال المعالق، ثلاثه المعالق ديال الزيت، ثلاثه المعالق ديال الزبده. الزبده حاولوا جبدوها بكري من الثلاجه، ثلاثه المعالق ديال سنيده، ثلاثة المعالق ديال المسحوق ديال الحليب، ثلاثة المعالق ديال النيدو، ندير فرماجة، وغادي ندير فاني، الاخوات واحد الحاجه نسيتها، نسيت الملحه هاني درتها، ونسيت الخل، معلقه صغيره ديال الخل، ما تكونش عامره بزاف، صافي هكذا. ونخلط هذه المكونات كامله مع الدقيق مزيان، عاد كندير سميتو الماء، نخلط كلشي مزيان، ما فيه البيض هكا. المقادير كما قلت لكم بساط، وكيعطينا واحد الشنيك، هانتوما غادي تشوفوا معايا كيفاش كيجي، كيجي زوين. كما كتعرفوا هاد الايامات ديال الحجر الصحي، ما جالسين ما خدامين، هذا كل مره كنديروا حاجه من هاد تلهاو بها، من هاد نفرحوا بها، هما اللي الدار. الله يبعد علينا هاد الوباء يا ربي، والله يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين. كنخلط مزيان الدقيق مع هذوك المقادير، وكنتمنى انكم تجربوه، راه صراحه زوين، كيجي خفيف وزوين، والمقادير كما كتشوفوا بساط، ما فيه لا عجين مورق، ما فيه حتى شي حاجه، يعني ما فيهش تماره، وما شاء الله كيجي زوين. كنتمنى تجربوه ويعجبكم. فانا اي حاجه كنشاركها معكم، وانتم ما شفتوش كي كيجي الدقيق، كيجي مبسبس دوك المقادير. صافي، من بعد ما خلطنا كندير دابا الماء، الماء كيكون دافي، وكندير شويه بشويه، كما
الا بغيت تعجنوا بالحليب دافي راه ممكن، ولكن انا حيت درت فيه نيدو 3 معالق كبار ديال النيدو صافي، درتو غير بالماء دافي. الا ما كانش عندك نيدو عجنيه بالحليب، حيت انا الا ما كانش عندي الحليب غبره يعني ما كانش عندي نيدو كنعجنو بالحليب، حيت عندي نيدو صافي درت فيه نيدو وغنعجنو بالماء. العجينه ما تكونش جاريه وما تكونش قاصحه، تكون عاديه. كما كتشوفوا اخواتي ها هي العجينه، عجنتها وقسمتها على جوج، كتعجنوها مزيان، كتكون عاديه ما كتكونش جاريه ما كتكونش قاصحه كما كتشوفوا عاديه. الحشوه اللي كنحتاجو فيها باش كنعمروها انتم غادي تبعوا معايا الطريقه. كاين عندنا الشكلاط فيغميسيل، وكاين عندنا الزبيب، وعندنا كريم باتيسري. كريم باتيسري درت فيه نص سيترو ديال الحليب، 3 معالق ديال سنيده، 3 معالق ديال الغبره ديال الكريم باتيسري، فاني، واحد البيضه وشويه ديال الملحه. هادشي اللي كنديرو في الكريمه، وكنبقاو نحركو مزيان وهي فوق النار مهيله حتى كتعقد لينا الكريمه. ها هي، وغادي نحتاجو المدلك وشويه ديال الدقيق، وهانتوما تبعوا معايا الطريقه. هانتوما اخوات كنرشو شويه ديال الدقيق، ما نكثروش الدقيق باش ما تجيناش العجينه قاصحه. ثم البلاصه اللي غنخدم فيها كنرشها هكا شويه، كنهز العجينه الاولى ها هي، ومثلك كنرشو بشويه الدقيق حتى هو، كنبقى ندلك. حاولوا تجيبوها مربع، تكون رقيقه، ندلكوها مزيان كما كتشوفوا. وكنتمنىكم انكم تجربوه، الصراحه كيجي زوين. كترشوا الرشه الاولى بالدقيق صافي، ما كتعاودوش باش ما تجيناش العجينه قاصحه. هذا غادي يعجب الوليدات، عرفتوا الوليدات اي حاجه حلوه اي حاجه فيها الشكلاط راه كتعجبهم. هانتوما الاخوات كما كتشوفوا دلكناها هكذا على هذا الشكل، كتكون هذا مربعه. كنديروا النص، كنديرو النص، النص كنديروه في هذه، النص كنخليه للاخرى كما كتشوفوا. كنسرحوها هكذا، ندهنوها كامله بهذه الكريمه. كريمة باتيسري كتجي ما شاء الله زوينة بنينة. هاد الكريمة هي اللي كتخليها رطبة، كتجي تبارك الله كتدوب في الفم.
نبداو بالجنب هكا، نبداو بالوسط، يعني ندهنوها كامله. ثم كما كتشوفوا اخواتي كندهنها مزيان. هذه هاد العجينه هذه دابا غادي ندير لها فيرميسيل، العجينه الاخرى غندير لها الزبيب. هانتوما كتشوفوا معايا، هانتوما. وبالنسبه للاخوات واحد النصيحه، اللي ما كيبغيهمش حلوين بزاف نتوما غديروا المره الاولى وغادي تشوفوا ديك الساعه هذا على حساب الحلاوه. دابا انايا كنقص شويه الحلاوه في هذا في الكريمه، كندير غير جوج معالق، وما نعطيتكم المقادير ديال ثلاثه المعالق اللي كيبغيهم حلوين. اللي كيبغيهم ناقصين في السكر فكيدير جوج معالق راه كافيين، ولكن كما قلت لكم تجربوا التجربه الاولى عاد كتعرفوا اشنو غتبقاو ديروا. نتوما كدوروها هكذا كما قلت لكم، راه عادي وسهل جدا وما فيش مقادير مكلفه وبسرعه كيوجد، ما فيش تماره. اخواتي بديت كنقطع بالموس فما عجبنيش التقطع ديالو، هزيت هذه باش كنقطعوا البيتزا. ندير ندوزها هكا شويه في الدقيق صافي كنقطعوا. ثم كما كتشوفوا غير بالخاطر هانتوما الاخوات كما كتشوفوا، كنجيبوا طاوه مدهونه كنحطوه هكذا، هانتوما كتفتحوه هكذا بيديكم هكذا وكتحطوا، كنفتحوه هكذا بيدينا باش يجينا على شكل دائري وكنحطوا. لان في التقطاع كيخسر ليهم الشكل ديالهم، كنفتحوه هكايا ونحطوه. كتبعدو بيناتهم ماشي لا تنفخو ما يلصقوش لينا. كما كتشوفوا في الصوره كتقدوهم هكا بيديكم هكا عادي وكتحطوهم. بالنسبه للاخوات كنخليهم يخمروا، بالنسبه للاخوات الخميره انا كنسخن الفران، كنشعل الفران حتى كيسخن مزيان، كنطفيه كندخلهم ليه صافي، كنخليهم حتى كيبانوا ليا تنفخوا صافي، كنخرجهم كندهنهم بالبيض وكندخل هذا وكندخلهم الفران. الفران كيكون شاعل لتحت، فاش كيسخن الفران كنطفي الفوق كنخلي لتحت شاعل حتى كتنفخ مزيان وطيب من لتحت، عاد كنطلعها الفوق. عرفتاني كندير طاوة لتحت، كيعطيونا جوج طاوات. انتما غادي تتبعوا معايا باقي تتمه العمل. احنا هزينا العجينه الثانيه الاخوات اللي كتشوفوا، رشيت بشويه ديال الدقيق وكنسرح بالمدلك.
هانتوما الاخوات دلكت العجينه الثانيه، هاني غندهنها بالكريمه كريم باتيسري. كندهن مزيان، نبدا بالجناب وانا غاده. انتم الاخوات كما شفتوا في الصوره كندهنوه، هذا غندير ليه الزبيب. حتى هو كيجي فيهم زوين حتى الشكلاط، المهم كديروا جوج نكهات. هانتوما كما كتشوفوا درنا الزبيب، احنا غادي نلويو ندير لها عفه اي بالخاطر باش ما يخرج ليناش الكريمه. جاني في الوسط غليظه، داكشي علاش كندير ليها هكا باش تجي متساويه بحال الجناب بحال الوسط. صافي نبدا نقطع بالقطعه باش كنقطعو بيتزا. كندوزوها في الدقيق كنقطعو، كنديرو تقريبا 3 سنتيم وكنقطعو. الخيط احسن، شتو الاخوات تقطع الخيط احسن. كنديروها في الطاوة مدهونة بالزيت كيما اللولة، يعني كنفتحوهم هكدا وكنحطو في الطاوة.
كنفتحهم. كما قلت لكم الاخوات كتخليهم يخمروا ضروري، نخليهم يخمروا. انا كنسخن الفران وكنطفيه وكندخلهم حتى كيبانوا لي تنفخوا مزيان خمروا، صافي كنشعل الفران كيطيبوا كما قلت لكم من التحت هو الاول، حتى كنشوفهم طابوا من التحت عاد كنشعل الفوق ونطلعوا من الفوق. ما كياخذوش وقت بزاف حتى في الطياب. خصهم يكونوا مفرقين، ما يكونوش مزاحمين. هانتوما كما كتشوفوا كان من بعد فاش كان سالين كنضغط عليهم هكا شويه. شفتوا الاخوات كنضغط عليهم هكذا شويه صافي، نخليهم يخمروا. كندهنهم كما قلت لكم بالصفر البيض، شويه ديال الحليب ولا شويه ديال الخل، نخليهم يخمروا. هانتوما كما كتشوفوا كنفتحها شويه ما نخليهاش. هانتوما الاخوات كما كتشوفوا معايا ها هما هادو ديال الزبيب، هانتوما شفتوا كيفاش كيجيو فما شاء الله كيجيو زوينين منفوخين وهشاش. وهادو ديال اللي درتهم بالشوكولا فيرميسيل، هانتوما كما كتشوفوا دهنتهم بالبيض وخليتهم ودخلتهم الفران، كتشعلوا الفران حتى كيسخن كطفيو الفوق وكتخليو غير لتحت حتى كيتنفخو مزيان ويطيب لتحت، عاد كنطلعوهم الفران الفوق. هانتوما كما كتشوفوا اخواتي غنفتح لكم وحده باش تشوفوها. هانتوما هانتوما كما كتشوفوا شتو كيفاش كيجي، شتو فما شاء الله كيجي هشيش وزوين ومحمر. اللي بغات الاخوات تدهنهم بالكونفيتير او اللوز او ترشهم بالزنجلان او الكونفيتير والكوك، فانا لا انا خليتهم هكذا لان حتى الكريمه اللي فيهم ما شاء الله كتعطيهم مذاق زوين. فمرحبا بكم معنا في قناه يوميات امل الصحراء. ما تنساوش بارتاجي وجيم والاشتراك في القناة. مرحبا.